راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في جولتنا الاخباريه اليوميه السودان. اليوم في هذه الجوله محلل سياسي يدعو للعقلانيه وتقبل اتفاق حمدوك البرهان. تجلت الكوارث والإخفاقات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق وعمل على تعتيمها إعلاميا تجلت فيما بعد للشعب السوداني. قانوني بارز يقول بأن تعيين رئيس القضاء عن طريق البرهان ومجلس الإنقلاب ليس له أي أساس دستوري. الجهة التي عينت رئيس القضاء الحالي هي جهة غير دستورية ولا تملك هذا الحق ابتداء. وصحفي تعرض لإطلاق النار من قبل الشرطة يقول قادة الشرطة يباركون العنف. وأنا كنت مصاب برصاصة في الرأس بعد تم الضرب والقمع الشديد من قبل عدد كبير يعني من أفراد الشرطة. هذا إضافة لنشرة بأهم وآخر الأخبار واستعراض ومتابعة لآخر التطورات. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بنشرة بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن إصابة 63 شخص في مظاهرات 25 نوفمبر بينها حالة إصابة بالرصاص الحي. المكتب الصحفي للشرطة يعلن عن إصابة 35 شخص بينهم أفراد من الشرطة وثلاثة متظاهرين في مواكب 25 نوفمبر واعتداء لأقسام بأم درمان على الرغم من حمايتها للمواكب. المكتب الصحفي للشرطة يعلن عن اعتقال 15 من المتظاهرين في مواكب 15 نوفمبر واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. طماطر الطيب أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم تقول إن الزخم في الشارع لم يفتر وسيظل ملتهبا سياسيا ولم يتأثر بالخلافات التي نشبت داخل قوى الحرية والتغيير ويصر المتظاهرون على عدم التفريط في سلمية مسيراتهم. صالح محمود المحامي يقول بأن البرهان ومجلس السيادة الذي كونه جهة غير دستورية ولا تملك حق تعيين رئيس القضاء وحذر من آثار ذلك على دولة القانون وتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين عن طريق القضاء. إطلاق صرح دفعة جديدة من المعتقلين بينهم ناجي الأصم وناظم سراج وفايز السليك ونور الدين صلاح الدين إضافة لوالي سنار السابق. هيئة محامي دارفور تقول قرارات نيابة الخرطوم شمال الخاص باحتجاز المتظاهرين بموجب أمر الطوارئ يخالف قانون النيابة العامة ويقدح في سلامة تطبيق القانون وأهلية النيابة المذكورة. الشباب في الشارع يقولون إنهم ماضون في الثورة حتى تحقيق المدنية الكاملة وأن لا تراجع للوراء. مواطنون في ولاية شمال كردفان يشكون من التردي في خدمات التأمين الصحي الطبية بالولاية وانعدام الأدوية المنقذة للحياة في المراكز الصحية. مزارعو إقليم النيل الأزرق يشيدون بالتجارب الناجحة مع الشركات الزراعية ومساهماتها في توفير المدخلات الزراعية ومساعدة المزارعين في عمليات تطبيق التقانات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية. شكرا زميل أمين رمضان. استكمالا لهذا الموجز نبقى مع زميل محمد صالح عبد الله ياسين واستعراض لأهم الأخبار والتطورات حتى الآن. الصحف ووكالات الأنباء ما زالت تتحدث عن عودة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في عقاب فض الشراكة في 25 أكتوبر من جانب المكون العسكري الذي أطاح بحكومة الدكتور حمدوك ووضعته قيد الإقامة الجبرية. صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت تواضع رئيس الوزراء على مصارحة كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بمصارحته بالظروف التي واجهته والتحديات واجتهاداته لخلق مجتمع سياسي متحد ومتعاون فيما بينه. والصحيفة ذكرت أنه عودة حمدوك لرئاسة الوزارة عاد حمدوك مختلفا، يعني بالحرف الواحد أنه حمدوك بعد 25 أكتوبر يختلف تماما عن حمدوك الآن. يعني صحيفة الانديبندنت البريطانية تحدثت عن بنود الاتفاق الـ14 التي شكلت الإعلان السياسي
باستئناف الفترة الانتقالية، وأن الاتفاق عكس إلى حد كبير يعني توازنات القوى على الأرض. وذكرت أن الملعب السياسي الآن، الملعب السياسي السوداني صار أكثر قابلية للعب من ذي قبل. أيضا التصريحات التي أطلقها الأمين المبعوث الأممي للسودان، يعني صرح تصريح مهم جدا، وقال الاتفاق الذي تم بين الدكتور عبد الله حمدوك والفريق البرهان، هذا الاتفاق يعني أوقف حربا أهلية كان يمكن أن تنشب أو كانت على وشك النشوب. افتكر أنه هذا الاتفاق الذي تم يعني جنب البلاد المزالق وجنب البلاد الحرب الأهلية. أيضا الصحف والقنوات الفضائية تحدثت عن تصريحات الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري. محمد حمدان دقلو تحدث أنه يعني الدكتور عبد الله حمدوك كان يعني مكبل لا يستطيع أن يفعل شيء مع حكومة أصلا غير متجانسة. ومحمد حمدان دقلو تحدث أنه الدكتور عبد الله حمدوك كان على علم بكل الذي يعني قامت به القوات المسلحة وبكل التدابير اللي اتخذتها القوات المسلحة، وكان مباركا لكل الخطوات التي يعني قامت بها القوات المسلحة ومدركا لكل التفاصيل التي حدثت. أيضا الصحف السودانية تناولت، والصحف العالمية أيضا تناولت المشهد السوداني، وخاصة المظاهرات والمسيرات التي انتظمت معظم مدن السودان المختلفة. وهذه المظاهرات هي نددت بهذه المذكرة التي يعني وقعها الدكتور عبد الله حمدوك مع الفريق البرهان. وهذه المسيرة أيضا تقدمت يعني مجموعة من القيادات السياسية على رأسهم المهندس عمر يوسف الدقير والصحفي فيصل محمد صالح، عضو مجلس المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي، وأيضا الوزير يوسف آدم الضي، هم الذين يعني كانوا نجوم في هذه المظاهرات. كذلك المظاهرات أيضا يعني كانت من ضمن شعارات وقعادات دارفور، حاضرة في كل شعارات الثورة، يا عنصر يا مغرور كل البلد دارفور يعني. والناس أشادوا وأشاروا إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة في غرب دارفور في جبل مون، هذه الأحداث التي راح ضحيتها يعني عشرات القتلى ومئات الجرحى ونزوح المئات. طبعا معروف أن دارفور ظلت أزمتها حاضرة في كل يعني المشهد السياسي السوداني، وكل مرة تتجدد الجراحات بسبب التحرشات القبلية وبسبب يعني السيولة الأمنية. والمشاكل الكبيرة التي حدثت في جبل مون هي عبارة عن صراعات وقضايا معقدة جدا، قضايا صراعات الأرض وعلاقات الأرض، وهي طبعا مشاكل الحواكير هي التي يعني القشة التي قسمت ظهر البعير. الصحف السودانية أيضا تحدثت عن ظاهرة سودانية جديدة هي ظاهرة الإضراب عن الطعام، وذكرت أن هنالك مجموعة من القيادات السياسية المعتقلين يعني أعلنوا الإضراب عن الطعام، من بينهم المهندس خالد عمر يوسف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، والأستاذ شريف محمد عثمان أيضا من المؤتمر السوداني، والقيادي بالتجمع الديمقراطي جعفر حسن. حتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. منذ أن قام البرهان بانقلابه ثم وقع بعد عدة أسابيع الوثيقة السياسية مع حمدوك، انقسم الناس إلى قسمين، إما مؤيد للوثيقة أو معارض، ولكن المحلل السياسي والناشط الدكتور عبد الرحمن عيسى له رأي آخر وينكر بأن ما حدث هو انقلاب من الأساس. أنا لا أضم صوتي إلى أي فريق من الشركاء، فهمي في المقام الأول هو الوطن وإنسان الوطن والأسباب التي جعلت إنسان الوطن يخرج في ثورة عارمة في العام 2019، في أبريل 2019 قدم فيها يعني ما الكثير من الأرواح وسالت فيها الكثير من الدماء من خيرة أبناء الوطن. الأسباب كانت واضحة،
عجز النظام السابق في توفير معاش الناس، وبعد ذلك تجلت الكوارث والإخفاقات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق وعمل على تعتيمها إعلاميا، تجلت فيما بعد للشعب السوداني. إذن القضية هي كانت قضية اقتصادية بامتياز تتعلق بمعاش الإنسان السوداني. طيلة العامين ونصف كل أنظار الشعب السوداني كانت تتوجه إلى معالجة الاقتصاد وانتشاله من الضياع بشكل أو بآخر، فألقى كل آماله وتطلعاته على حكومة الكفاءات التي ستأتي. وقد كانت الشراكة ما بين العسكر والمدنيين، ومن المعلوم عالميا أو من المعلوم بكل المقاييس الدولية بأن الحكم المدني يجب أن يكون خلفه حكم مكون أو جسم عسكري يعمل على دعمه وتوفير متطلباته. فكانت الشراكة ما بين العسكر والمدنيين، وقامت الشراكة وفق الوثيقة الدستورية على تشكيل حكومة كفاءات. فكانت حكومة الكفاءات كما هو معلوم للجميع، ومن ثم تحولت حكومة الكفاءات إلى حكومة سياسية بامتياز. تسلط عليها نفر محدد من الأحزاب السياسية داخل الدولة السودانية، وأغلقوا الباب عليهم في مواجهة في وجه كل الأحزاب السياسية الأخرى تحت أوصاف ونعود ربما تكون منطقية غير منطقية، لا تخدم قضية تنمية الوطن ورفعة إنسانه بشيء من الأشياء. تحدث الكثير عن ضرورة التسامي فوق صغائر القضايا وتقديم كافة المجرمين والمفسدين إلى القضاء العادل للنيل منهم وإنزال العقوبة بهم، ولكن كان دائما يعني مثل هذه الأصوات لا تجد لها آذانا صاغية من كلا الطرفين. هنا لا أحدد المكون المدني فقط وحتى المكون العسكري. ظلت التشاكسات والتناحرات ما بين الشركاء الفترة الانتقالية قائمة حتى بلغت ذروتها في يوم 24 من الشهر الجاري أو من الشهر الماضي، وتكللت بأن يقوم الجيش بعملية دعاها بالعملية الإصلاحية، وعند بعض الشخوص سميت بانقلاب عسكري كامل الدسم. وكان الجيش أنا في تقديري أكثر ذكاء من المكون المدني، استطاع أن يؤثر على فريق من الجهات التي أهملها المكون المدني بسبب جشعه وأنانيته، ألا وهي مكونات الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام. ومن المعلوم أن العملية السياسية لا يوجد بها عدو دائم ولا صديق دائم، فاستطاعت الآلة العسكرية أو المكون العسكري إنجاز التعبير أن يستفرد منذ باكورة الشراكة بحركات الكفاح المسلح ويفرد جناحيه ويمد أيديه بيضاء لاستيعابهم، بعكس المكون المدني الذي انشغل في تصفية حساباته مع خصومه عن طريق ما يسمى بلجنة إزالة التمكين، وينظر لمشكلة الدولة السودانية وإنسان السودان من خلال منظوره السياسي، مما جعل هنالك يعني تقييم واضح وصريح من الشارع السوداني تجاهه. استغل المكون العسكري بشكل أو بآخر هذه النقاط التي يعني مارسها المكون المدني وظفر به في لحظة من اللحظات. حقيقة أنا لا أنظر إلى الموقف من خلال أن ما حدث كان عبارة عن عملية انقلاب عسكري، ولكن إذا سئل أي شخص كان هل يستطيع الوطن في ذاك الظرف وذاك الزمان أن يستمر ويتواصل وتحصل له تنمية حقيقية، بالتأكيد ستكون الإجابة لا. إذ أن في ذاك الظرف حصل عملية إغلاق كامل لشرق البلاد، وكانت كل الاتهامات بأن قيادات شرق البلاد الذين أغلقوا الشوارع وعملوا هم يعتبروا من بقايا النظام البائد، كما كان يعني كما تعودنا دائما في مثل هذه النقاط. هددت أيضا بعض مناطق كردفان بإغلاق المصفاة البترول، وهنالك تململ في الوسط وفي الشمال وكذا. إذا الوضع لم يكن مستقر بأي شكل من الأشكال، مما كان يتطلب أن تكون هنالك خطوة توازي المرحلة الآنية لتصحيح مسار الثورة وتصحيح مفاهيم الثورة. لا أقول بأن نوايا العسكر، أنا لا أعلم نوايا الغير، ولكن لا أقول بأن نوايا العسكر يعني ربما كانت في تصحيح مسار الثورة، ولكن بالتأكيد السياسة لها معطياتها ولها أشياءها، ولا بد لكل شخص أن يعمل على حماية ظهره من الآخر حتى لا يظفر به. فكان ما حدث في 24 25 بأن جمرت المؤسسات الدولة وأن زج بالكثير من القيادات السياسية والدستورية إلى السجون بواسطة العسكر وتحت راية تصحيح الثورة وانتشال البلاد من الضياع. إذن
كل ما تقدم ذكره تعتبر عبارة عن نقاط اجتمعت جميعها وشكلت المشهد الآني الذي يعني وقع عليه الطرفين فيما يتعلق بالوفاق السياسي الذي أسقط من الوثيقة الدستورية عدد من النقاط التي لا تخدم المرحلة الآنية بين الشريكين، وعمل على تجلي المواقف الاقتصادية والوطنية في داخل الوثيقة الدستورية. في هذا الوقت يمكننا القول بأن هذا الاتفاق السياسي ربما يخرج إلى النور، وربما أنه أن يجنب الوطن الهلاك والوقوع في المهالك. أنا شاكر ومقدر المرة الثانية لإذاعة وراديو دبنجا لإتاحتها لنا الفرصة، ونتمنى خير الوطن وتقدمه وتنميته. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. ما زلتم تتابعون جولة السودان اليوم الإخبارية من راديو دبنجا. انشغل الكثير من المعلقين منذ نهار الأمس بتعيين البرهان للرئيس جديد للقضاء، الأمر الذي ربما يدخل تحت مسمى استكمال الهياكل الذي وعد به. وفي الوقت الذي يقول فيه البعض بأن تعيين رئيس القضاء يشابه ولا يختلف كثيرا عن تعيين سابقته مولانا نعمات، يقول الكثير من القانونيين بأن هذا التعيين لا تسنده أي وثيقة أو نص دستوري. ومن هؤلاء القانونيين الأستاذ صالح محمود المحامي. وطبعا أهلا وسهلا. أول حاجة التعيين ده تحديدا يعني منصب رئيس القضاء من المناصب اللي بيتم فيها الاختيار في ظروف تتوفر فيها الضمانات المعروفة أصلا في يعني المعروفة باستقلال القضاء. الجهة التي عينت رئيس القضاء الحالي هي جهة غير دستورية ولا تملك هذا الحق ابتداء، لأنه مجلس السيادة غير مفوضة من قبل الجماهير ولا تمثل إلا نفسها، وهي هو مجلس عينه رئيس النظام الحالي اللي هو نظام معروف إنه نظام انقلابي بشهادة العالم، وبالتالي أي قرارات من هذا النوع أعتقد أنها هي باطلة، وبالتالي في نفس الوقت لا يعني ما في أثر دستوري. وفي أي وقت أعتقد أنه دي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي هتواجه الوضع في السودان بخصوص سيادة حكم القانون المرتبط دائما باستقلال القضاء. المعلوم أنه القضاء رئيس القضاء اللي هو الشيف جاستيس بيتم تعيينه عن طريق مجلس القضاء العالي، وهو غير متوفر في هذه اللحظات، وبالتالي مجلس السيادة غير مفوض وهو مجلس غير دستوري في المستقبل. نعم نعم، خاصة وأنه المجلس حق السيادة المكون هسه ده كون البرهان بناء على انقلابه كقائد جيش، يعني ما في زول فوضوا من المجلس القديم أصلا. تماما، هذا هو الحقيقة. طيب في ناس يعني في النقاش الجدل الدائر ده بيقولوا طيب ما نعمات عيناه بنفس الطريقة والحبر عيناه بنفس الطريقة، يعني اللي هو من المجلس السيادي السابق. الحقيقة الوضع لحد كبير يعني هو متشابه، لكن هناك اختلافات نسبية. المؤسسات القديمة ما قبل الانقلاب صحيح كانت هي مؤسسات يعني تكونت بموجب الوثيقة الدستورية اللي مثيرة للجدل، الوثيقة الدستورية ابتداء يعني. الآن المشهد يتغير تماما. في الوثيقة الدستورية كان ربما هناك شبهة من إنه هناك اعتراف نسبي برضو بمجلس السيادي باعتبار انه تكون يعني نتيجه لاتفاق بين الحاضنه السياسيه اللي هو قوى الحريه والتغيير في ذلك الوقت والمجلس العسكري الانتقالي، وايضا لحد ما ربما كانت هذه الفتره هي اقرب لانه هناك تفويض حتى لو غير مباشر كان مستمد من موافقة بالنية من بعض القطاعات على وجود قوى الحرية والتغيير كممثل للشارع السياسي أو الشارع اللي هو الثوري. صحيح كان هناك مشاكل، كانت هناك مشاكل، لكن الآن المشهد مختلف تماما. بعد الانقلاب في 25
أعتقد إنه لم تعد هناك أي شبهة من أي يعني إنه هناك تفويض أو تمثيل يمثل أي قطاع من قطاعات جماهير الثورة في المؤسسات الحالية. نعم. أعتقد إنه هذا هو الفارق، وبالتالي التعيينات اللي تمت في ظل وجود قوى الحرية والتغيير على مستندة على الوثيقة الدستورية، أعتقد إنها هي الآن الوضع لا يشبه يعني بأي حال من الأحوال تلك الفترة، وبالتالي وهذا هو الفارق، لأنه الآن تنعدم الشرعية وينعدم التفويض في كافة المستويات. طيب، يعني ما هي خطورة تعيين مثل رئيس القضاء الحالي في هذا الظرف على يعني مستقبل دولة القانون في الوقت الجاي؟ يعني بغض النظر عن القاعد منه، أكيد في عندها مغزى، والبرهان بيكون عنده سبب في أنه يستعجل يسمي رئيس القضاء. وطبعا الخطورة في أنه التعيين بهذا الشكل يعني مباشرة يعني يمكن فهم أنه أي شخص يتم تعيينه بواسطة الحكومة الحالية بالضرورة خاضع خضوع كامل وتام لإرادة الجهة التي تعين يعني هؤلاء الأشخاص في هذه المواقف، بالذات موقع رئيس القضاء اللي يعني يفترض أن يكون رئيس القضاء يعني شخص مستقل يتم تعيينه بطرق أيضا تضمن استقلالية القضاء واستغلاله هو نفسه، ولكن بهذه الطريقة لا توجد ضمانات أنه مثل هؤلاء الأشخاص اللي بيتم تعيينهم بهذه الطريقة أنه يكونوا أدوات في يد الجهة التي يعني عينتهم، وبالتالي هناك مخاطر في أنه سيكون القضاء أيضا يعني خاضع لجهة سياسية ويستخدم لأغراض سياسية، وفي ظروف مماثلة رأينا كيف إنه في ظروف الدكتاتورية إنه أجهزة مثل القضاء والنيابة العامة تم استخدامها في مواجهة الخصوم السياسيين، خاصة عن طريق استخدام القوانين والمحاكم، القوانين والمحاكم ضد الخصوم السياسيين، وده أمر بالغ الخطورة في ظرف تشهد الآن لمواجهات ورفض كامل لسياسات الحكومة الحالية، حكومة المفروضة بالقوة الجبرية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. الصحفي علي فرساب تعرض لإطلاق النار وأصيب في رأسه، ومع ذلك تم اعتقاله يوم 17 نوفمبر، وتعرض للضرب والإهانات وحرم من تلقي الرعاية الطبية على مرأى من قادة الشرطة، كما حكى لراديو دبنجا. طيب، مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة راديو دبنجا. أول حاجة، أنا تم اعتقالي يوم الأربعاء 17 نوفمبر في موكب بحري المؤسسة. الملابسات تمت ألغوا القبض علي حوالي الساعة 3:30 إلى 4، هو تم ضربي وتم السحب حتى أنا عملية القبض تمت في ظروف كانت صعبة وسيئة جدا. أبسط الحاجة يعني قادر أتكلم في اللحظة دي، وأنا كنت مصاب برصاصة في الرأس بعد تم الضرب والقمع الشديد من قبل عدد كبير يعني من أفراد الشرطة. في شخصية فرد من أفراد الشرطة منع العساكر يعني من إنهم يواصلوا في الضرب وكده، بحجة إنه في تصوير الناس حتصور الزول ده وكده، فأوقف الضرب وكده. بعد ذلك لما تاني واصلوا الضرب يعني بعيدا عن الشارع الرئيسي، واصلوا الضرب والرتل، وحتى الضرب كان يعني بشع جدا وما بيستثنوا أي منطقة من مناطق الجسم. بعد ذلك قاموا وضعوني في بوكس، قال لي أرقد على بطني، تم ربط اليدين يعني والأرجل، واستعمال الدبشك في الضرب
في الراس وفي الارجل. في اللحظه دي انا كنت بنزف والراس كان بينزف دم وما يشتغلوا بالمساله دي تماما. تم نهبي وتم التفتيش وشالوا التلفون يعني في اثناء عمليه التفتيش اللي هو حصل على التلفون وهاتفي الشخصي وعدد من البطاقه من البطاقات من ضمنها بطاقه اللي هو بتاعت الصحيفه او بتاعت الصحفي حزبتي انه انا صحفي. لما قام قال لهم يا اخي ده صحفي لم يوقفوا الضرب استمروا في الضرب وحتى لحتى بقت هي يعني بقت المساله زي مساله الضرب دي يعني بقت زي شهوه في استمرار من الضرب بعد ما عرفوا انه انا صح. الدبشك والخراطيش كان بيستخدموا به اضافه لذا بالاحذيه اللي هي احذيه الشرطه هي البوت كان بيضربوا في الراس وفي الظهر وفي البطن وفي اي مكان في الجسم ده كان الضرب. الافراد انا قطوني وهم بيضربوا فيني فيهم ناس لابسين زي مدني انا ما متاكد من تبعيتهم لاي جهاز يعني سواء كان المباحث او سواء كان جهاز المخابرات العامه فما متاكد لكن الناس لابسين زي دي ناس شرطه حتى اللهجه بتاعتهم كانت واضحه بالنسبه لي هم دي ناس شرطه. انا طبعا قبل العمليه قبل القبض دي بدقائق سقط شهيد يعني جنبي سقط شهيد وانضرب برصاصه في الراس وانا متراجع لورا برضه لقيت فيه ثاني واحد من الشباب الصغار هو مضروب وبيفرفر انا حاولت اعزفه يعني لم اتمكن لانه هم الوقت ذاك رفع لي الكلاش في وشي وهو في اللحظه قاموا قبضوني يقول يعني حصل الضرب والنهب والسحب بعد ما تم يعني ربطوني وكده قعدت لفتره طويله جدا مربوط طبعا حتى الجسم او اليدين نملا والكف اليمين واليسار يعني ويرموا من اثار الربط في الرجل في اليدين. بعد ذلك نزلوني ومشيت قال لي خمسة تمشي اركب مع اخواني في البوكس الثاني مشيت سنه مع اخواني في البوكس الثاني وانا مربوط طبعا في رجليني لانه الربط بتاع اليدين فكوه. لما ركبت في البوكس استمروا الضرب حتى الضرب كان بصوره استثنائيه للصحفيين بيقولون ده الصحفي يقوموا يضربوه في الراس. حتى في واحد من افراد شرطه المرور وهو الحبس بتاع المرور ضربني بالقوسه يعني قال لهم ونص في قام يعني بالقوسه بتاعت الراس ضربني في الراس والعمليه دي استمرت من الاعتقال اللي هو حوالي الساعه 3:30 ل 4 استمرت لحد الساعه 8:30 اللي هو بعد صلاه العشاء. زميل علي فرساب الصحفي عثمان شابونة وجه رسالة مؤثرة عبر الفيسبوك عقب زيارته والاطلاع على حالته الصحية وقال إن ما فعلته الشرطة يشبه أفعال داعش. زميل علي كتبت له النجاة لكن تم القبض عليه من قبل الشرطة وتعرض لكسر في اليد وتعرض لضرب يعني عنيف من الشرطة وتم تقييده ورميه في أحد البكاسي وودوه باسم المقرن ويتعاملوا معاه معاملة يعني تحس بأنه دي ما شرطة تحس بأنه دي داعش. ويواصل الصحفي علي فرساب حكاية ما حدث له بالقول الناس بعد ما صلوا العشاء حتى بعد ذلك بمسافة شوية يعني احنا تحركنا في الحتة دي وودونا على إدارة النجدة تقريبا وفي دارة النجدة برضو لقينا فيها أفراد من الشرطة موجودين هناك قاعدين برضو هم يعني استمروا في ضربنا وتحديدا في شخص يعني بيقول لهم ده صحفي بيقول له يا أخي يعني أنت صحفي لا تمشي تكتب شنو أجابك في الحتة دي شنو جاي تعمل شنو دايرين المدنية دايرين المدنية المدنية دي ما بتلقوها إضافة للكلام الإشاعات البذيئة اللي بتطلع أو اللي بتصدر منهم برضه في من خلال كلامهم معانا يعني معانا شخصيا ومع المجموعه اللي كانت معي بيتكلم علينا ان احنا بنضربكم بالرصاص انتوا شنو؟ يعني انتوا في النهايه بتموتوا فطاير. المجموعه اللي كانت معي في البوكس حوالي 8 ل 10 من الاشخاص لما مشينا هو دارت النجده هناك بعد صلاه العشاء استمر برضه هناك في دارت النجده استمر الضرب في نفس الوقت كان العميد موجود في عميد في دارة النجدة كان في اللحظة دي موجود وشايف انه الناس دي بيضربوا فيهم. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. بهذا نصل لختام هذه الجولة الإخبارية سودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.